تذاكر جمال لبنان لعام 2009 مارتين اندراوس. اشتعلت الأجواء والأنوار مع تتويج مارتين أندراوس 18 عاما ملكة على عرش الجمال اللبناني، وتسلمت من روزاريتا طويل ملكة جمال لبنان لعام 2008 التاج الذي سيزين مهمتها الجمالية خلال عام 2009، فيما انتزعت ماري أنش سبعلي لقب وصيفة أولى وسيلين حسون لقب وصيفة ثانية. ستة عشرة مشتركة امتحنتهن لجنة حكم جمعت إعلاميين وفنانين واختصاصيين في الجمال، وذلك على مدى ساعتين في احتفال نظمته ونقلته المؤسسة اللبنانية للإرسال، وحضره حشد من الشخصيات الفنية والاجتماعية برعاية وحضور وزير السياحة إلي ماروني. شو بتعني لك أرزة لبنان؟ أرزة لبنان تعني لي الشموخ ومناضلة شعب عانى لمدة سنين وسنين حرب وعذاب وقتل واغتيالات وبعده واقف وشامخ مثل أرزة لبنان. جواب مارتين عن السؤال الموحد كان العامل الحاسم لاختيارها ملكة إلى جانب عوامل أساسية أخرى. نانسي عجرم تألقت في هذه الليلة الساهرة وقدمت في خلالها أجمل أغانيها، كما أسر النجم وائل كفوري قلوب الساهرات وتألق بأداء أغانيه المميزة. مارتين اندراوس نالت إضافة إلى التاج واللقب جوائز عديدة بينها سيارة ومجوهرات، وتنتظرها منذ اليوم استحقاقات جمال عالمية تخوضها في فترة توليها العرش.